الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله في رسالته، قال في باب خبر الواحد، قال: قلنا فهكذا قلنا في تثبيت خبر الواحد استدلالا بأشياء كلها أقوى من إجازة شهادة النساء. فقال: هل من حجة تفرق بين الخبر والشهادة سوى الاتباع؟ قلت: نعم. في هذا شيء على الشناس ماشي، فضل ناس، تفضل تفضل. فقال: هل من حجة تفرق بين الخبر والشهادة سوى الاتباع؟ قلت: نعم، ما لا أعلم من أهل العلم فيه مخالفا. قال: وما هو؟ قلت: العدل يكون جائز الشهادة في أمور مردودها في أمور. ومع أنه إيش؟ مع أنه عدل، كيف يرد هو عدل يا أستاذ شيخ؟ إذا لم يتفق العدد مثلا في بعض ما في الزنا مثلا، ماشي، ثم أو واحد في مقام يحتاج إلى اثنين، ما هي هي، أنت بتلعب لي بتعمل لي كده، ما هي هي، أن يشهد لنفس الشهادة، ما ممتاز. أو الثالثة، خلاص أنت أتيت بها، أتيت بقلبها فأت بها، أن يكون ظنينا لأبيه لوالده، صحيح؟ مع أنه إيه؟ عدل. طب لما يردونها؟ مقام الشهادة أشد. ماشي، تفضل. للتعلق بحقوق الآخرين. قال: فأين مردودها؟ قلت: إذا شهد في موضع يجر به إلى نفسه زيادة. هذا هو. من أي وجه؟ لمحها مصير. من أي وجه ما كان في أي وجه ما كان الجر أو يدفع بها عن نفسه غرما أو إلى ولده أو والده أو يدفع بها عنهما، ومواضع الظن، يعني الظن يكون ظنينا. نعم. قال: ومواضع الظنن سواهما. وفيه في الشهادة أن الشاهد إنما يشهد بها على واحد ليلزمه غرما أو عقوبة، وللرجل ليؤخذ له غرم أو عقوبة وهو خلي مما يلزم غيره من غرم، غير داخل في غرمه ولا عقوبته ولا العار الذي لزمه، ولعله يجر ذلك إلى من لعله أن يكون أشد تحاملا له أن يكون أشد تحاملا له منه لولده أو والده، فتقبل شهادته لأنه لا ظنة ظاهرة كظنته في نفسه وولده ووالده وغير ذلك مما يبين فيه من مواضع الظن. قال: المحدث بما يحل ويحرم لا يجر إلى نفسه ولا إلى غيره ولا يدفع عنها ولا عن غيره شيئا مما يتمول الناس ولا مما فيه عقوبة عليهم ولا له، ومن حدثه ذلك الحديث من المسلمين سواء إن كان بأمر يحل أو يحرم فهو شريك العامة فيه لا تختلف حالته فيه، فيكون ظنينا مرة مردودة الخبر وغير ظنين أخرى مقبول الخبر، كما تختلف حال الشاهد لعوام المسلمين وخواصهم. هذه وهو أنا آسف والمحدث بما يحل ويحرم ماشي. قال: والمحدث بما يحل ويحرم لا يجر إلى نفسه ولا إلى غيره ولا يدفع عنها ولا عن غيره شيئا مما يتمول الناس ولا مما فيه عقوبة عليهم ولا له، وهو ومن حدثه ذلك الحديث من المسلمين سواء إن كان بأمر يحل أو يحرم فهو شريك العامة فيه لا تختلف حالاته فيه، فيكون ظنين مرة مردود الخبر وغير ظنين أخرى مقبول الخبر، كما تختلف حال الشاهد لعوام المسلمين وخواصهم. طيب، هنا في هذا الباب أراد أن يبين، طبعا قبلها كان لما سئل عن الفرق بين الرواية والشهادة قال: الشهادة يعني قد تقبل في مواطن وقد ترد في مواطن، في الفارق بين الخبر والشهادة، وقلنا لأن الشرع لما جاء يبين المواطن التي تقبل فيه الشهادة وهي مواضع مختلفة،
منها أنه في مواطن لا يقبل إلا بشاهدي عدل، ومنها أنه يقبل رجلين أو رجل وامرأتين في مواطن، ومنها أنه لا يقبل إلا أربع في مواطن، لا يقبل إلا أربع لقوله فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فوجب عليه أن يأتي بأربعة شهداء، وإلا فهو كاذب عند ربي جل وعلا، ولو رأى العين لم يأتي بأربعة، لا يقبل الشهادة هنا إلا أن تكون بذات العدد. وهناك أيضا أمور لا يقبل فيها إلا النساء، لا يقبل منها شاهد إلا النساء. فقال تنوعت في الشرع، وجاء الشرع بقبولها وردها لأمور أخرى، ليس الأمر على وتيرة واحدة. وقال قد يكون الشاهد عدلا ولا تقبل شهادته، قد يكون الشاهد عدلا ولا تقبل شهادته، لكن إن كان الراوي ثقة لابد أن تقبل روايته في كل أحواله، في كل أحواله ما دام قد توفرت فيه شروط تقبل روايته. هذا فارق بين الشاهد وبين الرواية. فقال قد يكون الشاهد عدلا ولا تقبل شهادته، وهذا يفارق الرواية، قد يكون عدلا ولكنه لم تتكامل فيه الأعداد أربعة. أبو بكر كان عدالته من السماء، عدالته من السماء، ما لا يحتاج لأحد يعدله، عدالته من السماء، ومع ذلك لم يقبل في هذا الموطن قوله، لم تقبل شهادته في هذا الموطن. ولذلك قال له عمر طب أقبل شهادته، قال والله لا أعود، يعني لا أعود عما قلت. فأخذ الصوت وأراد جلده مرة ثانية، فقال علي مهلا يا أمير المؤمنين، إن جلدته عليك أن ترجم صاحبك. لما؟ لأنك لو جلدته قد اعتدت بإيش؟ بقولي. لما اعتدت بقولي صار النصاب أربعة، انتهى الموضوع، صار النصاب عندك معدودا، فعليك أن ترجم صاحبك. فكف عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقد يرد لأنه ظنين، الشهادة لأمه، الشهادة لأخته، شهادة لنفسه، فيها زيادة، فيها راتب، فيها مكانة، فيها حق. فلما كان ظنينا الشرع سد الباب، لأنها حقوق الغير، ويبقى فيها كأنه رجح كفة عن كفة، فلا تقبل شهادته مع أنه مقبول الشهادة، لا تقبل شهادته مع أنه مقبول الشهادة. وهذه لا تريدها في الرواية بحال الأحوال، ما دام مقبول الرواية لا ترد روايته، إلا إذا يا أستاذ حتى لو تنصر بدعته لا ترد روايته على الراجع عند التحقيق. وهذا فعل البخاري ومسلم وفعل يحيى بن سعيد القطان. ها جماعة الطيبين، ماشي عبد الرحمن، ممتاز. إلا إذا خالف الثقات فترد روايته هنا في هذا الباب. نعم. وكما قلنا إن كان ظنينا له، لوالده، لولده، لبنته، لأخته، لأمه، لنفسه، فيترد هنا شهادته لمظنة التهمة وحسم المادة وسد الزريعة، وهذا لا تكون أيضا في مسألة الرواية. نعم. ولذلك قلنا في باب الرواية يكون مقبولا لا يكون مردودا في هذه المسألة، حتى ولو قلنا بأنه كان ظنينا، لأن المسألة مسألة رواية، فتقبل ولا ترد في الحالتين، لو كان ظنينا في حق الناس، إن كان ظنينا. ثم قال رحمه الله: وللناس حالات تكون أخبارهم فيها أصح وأحرى أن يحضرها التقوى منها في أخرى، ونيات ذوي النيات فيها أصح، وفكرهم فيها أدوى، وغفلتهم فيها أقل، وذلك عند خوف الموت بالمرض والسفر وعند ذكره وغير تلك الحالات من الحالات المنبهة عن الغفلة. نعم. فقلت له: قد يكون غير ذي الصدق من المسلمين صادقا في هذه الحالات، وفي أن يؤتمن على خبر فيرى أنه يعتمد على خبره فيه فيصدق فيه غاية الصدق، إن لم يكن تقوى فحياء من أن يصيب الأمانة في خبر لا يدفع به عن نفسه ولا يجر إليها ثم يكذب بعده، أو يدع التحفظ في بعض الصدق فيه
إذا كان موجودا في العامة وفي أهل الكذب الحالات يصدقون فيها الصدق الذي تطيب به أنفس المحدثين، كان أهل التقوى والصدق في كل حالاتهم أولى أن يتحفظوا عند أولي الأمور بهم أن يتحفظوا عندها، وفي أنهم وضعوا مواضع الأمانة ونصبوا إعلاما للدين، وكانوا عالمين بما ألزمهم الله من الصدق في كل أمر، وأن الحديث في الحلال والحرام أعلى الأمور وأبعدها من أن يكون فيه موضع ظن. وقد قدم إليهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يقدم إليهم في غيره، فوعد على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم النار. هو ذكر الاحتراز هنا في مسألة الرواية وأن التهديد فيها عظيم، وإن كان الشهادة فيها ما فيها من انتقال الحق لغيره وهذه من المظالم، لكن أعظم المظالم في حق الله جل في علاه أن يحل الحرام أو يحرم الحلال بسببه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب لا تكذب عليه، فإن كذبا علي ليس ككذب على أي أحد. من تكذب من تحدث بحديث يرى أنه من الكذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لكن هنا ذكر أحوالا وصفات تتنوع بسببها أحوال الرواة، فمنهم من تكون رواته أصح وأحرى من غيرها، ومن ذلك ما ذكر من حالات المرض والخوف، هو يخاف الآن أن يموت فيتكلم بالحديث يحاول أن يضبطه ضبطا لأنه مقبل على الله جل في هذه الأحوال، يعني تراه حتى لا يستهين بشيء يمكن أن يستهين به في صحته. وأيضا أراد أن يبين أن للرواة أحوال، منها أنه قد يتحفظ في بعض المواطن عند الرواية وقد لا تحفظ في بعضها، ولذلك ترقب علماء الجرح والتعديل مسألة الراوي، يقولون ينشط عندما يكون كذا وكذا، إن كان في مجلس تحديث ينشط وتراه يضبط، وإن كان في المذاكرة يكون الأمر فيه أهون وأيسر. فهنا يردون الرواية في المواطن التي لا يتحفظ فيها، ويعدون بالنوارز في المواطن التي يتحفظ فيها، أو يكون ممن لا يرى الرواية بالمعنى، ومن يرى الحفظ في أهم أشيائه. فكمحمد بن سيرين، محمد بن سيرين كان يقال حرف واحد يشك فيه يطرحه، لا يذكره. محمد بن سيرين حرف واحد يشك فيه يطرحه، لا يتكلم به، وهذه مسألة عظيمة في هذا الباب. فيقولون للرواة أحوال، أو الشافعي يبين للرواة أحوال، هذه الأحوال ينضبط فيها الأمر بالكلمة عليه، تأخذ رواته إن كان يروي من كتابه، لأنه في كتابه نراه أضبط ونراه أتقن الكتاب، ولا أحد يضع يده في كتابه، وعندما يلتزم بكتابه لا ينخرم عنده حرف. أما إذا حدث من حديثه عصر نفسه وذاكرته لا تساعده، فتراه يضعف. فيقولون إذن صحيح الكتاب ضعيف الحفظ، صحيح الكتاب ضعيف الحفظ. ويقولون أيضا بأن الراوي لابد أن يكون من أهل التقوى والورع، لأنه عنده احتراز عظيم جدا هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن هناك من المغفلين من كانوا يكذبون على رسول الله، لكنهم يقولون نحن لا نكذب عليه، نحن نكذب له، ولذلك كالكرامية وغيرهم، فكانوا يضعون هؤلاء في أمثال هؤلاء في موضع قبول الرواية أو رد الرواية. وهذه أيضا من الفوارق التي تفرق بين الرواية وبين الشهادة. نقف عند هذه. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم.
رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.